من مجرد ناشئ مغمور في المقاولون العرب للاعب عالمي مشرف مصر في كل حتة، اسمه قدر يمحي إلى حد كبير النظرات المعادية للإسلام، معروف بسرعته ومهارته في المراوغة وقدرته على تحقيق التوازن في الملاعب حتى في الجانب الإنساني والأخلاقي، ياخد فيه 10 من 10. النهاردة عيد ميلاد فخر العرب محمد صلاح 31. الحقيقة مفيش كلام يقدر يوصف قصة نجاحه في مجرد كلمات أو سطور، لكن لكم أن تتخيلوا أن محمد صلاح أسطورة الكورة اترفض من نادي الزمالك وتشاف أنه لاعب عادي وإمكانياته محدودة، لكن الفرعون المصري محطش الكلام ده في دماغه وقرر يكمل طريقه، وفضل يحاول ويحاول لحد ما وصل له عرض من نادي بازل السويسري لضمه عام 2012. طبعا دي كانت نقلة في حياة محمد صلاح، وبعد ما صلاح قدم أداء عالي جدا في النادي انضم لصفوف نادي تشيلسي الإنجليزي موسم 2013 و2014، بس للأسف الحظ ما كانش في صفه الفترة دي، وده لأنه تعرض لانتقادات كتير من جوزيه مورينيو مدرب الفريق، وفضل على دكة البدلاء ومشاركش في مباريات كتير. المهم بقى يا سيدي، صلاح راح إعارة مرتين خلال تواجده مع تشيلسي، وانضم للفيورنتينا الإيطالي لمدة موسم في 2015، قدم فيه مستويات فوق الرائعة، وبعدين انضم لروما موسم 2015 و2016. وبعد النجاحات والأداء المميز اللي قدمه النجم المصري في نادي روما، قدر انه يلفت الانتباه ليه من أكبر الأندية لحد ما نادي ليفربول اتمكن من التعاقد مع فخر العرب في صفقة عمره موسم 2017 و2018. ومن هنا بقى بدأت قصة نجاح محمد صلاح تظهر للعالم كله، اسمه بقى علامة مميزة في كل حتة، وقدر الفرعون المصري انه يمتلك سجل حافل مليان بالإنجازات والأرقام القياسية خلال مسيرته. صلاح كمان حصل على جوائز كتيرة فردية وجماعية على مستوى أوروبا وإفريقيا والعالم بالترتيب، بعد المستويات الرائعة اللي قدمها في مسيرته الاحترافية بملاعب القارة خلال السنوات الأخيرة. وقصاد النجاح اللي حققه صلاح، هو كمان دايماً بيصدر صورة نموذجية للتواضع والقصص الحماسية اللي كلها أمل ومثابرة. ده ما يمنعش من شوية انتقادات بيتعرض لها من فترة للتانية، يعني مرة صورة مع معجبة على احتفال ليه في رأس السنة، وهكذا الأمر ما يسلمش. بس صلاح من ضمن القلائل اللي معروفين بتقديمهم للمساعدات الخيرية، تخيل انه في يوم فرحه عزم كل قرايبه واصدقائه من قريته، ودايما بيعمل اعمال خيرية في مسقط رأسه بقرية نجريج الصغيرة مركز بسيون في محافظة الغربية. ده غير انه من اول ظهوره عمره ما اختلق اي مشكلة على ارض الملعب. صلاح كمان ساعد في محاربة الاسلاموفوبيا، وده بدراسة اجرتها جامعة ستانفورد سنة 2018، واللي اكدت ان صلاح ساعد على تحقيق انخفاض ده بنسبة 18.9% في جرائم الكراهية ضد المسلمين في منطقة الميرسي سايد. وحقيقي محمد صلاح نموذج يستحق مننا كل الدعم وكل الحب والفخر، لأنه قدر خلال مسيرته يكون قدوة ومثال يحتذى به.